السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله رجعنا. كنا من سنين كنا بنشرح حاجات في كاسس على مستوى السيستم أدمن، سواء أنتي فيروس سيرفر أو في الـ سوزا لينكس، أو وشرحنا حاجات زمان في القناة. فهنبدأ إن احنا ننزل بعض الشروحات الجديدة بعد ما عملنا مثلا من 4 سنين شيفت كارير لـ SAP والديفلوبمنت عامة. في حاجات كتيرة هنشرحها ككودينج، وفي حاجات هنشرحها كانتجريشن الـ SAP وهانا داتابيز، وهنشرح حاجات بإذن الله في زامرين كروس بلاتفورم موبايل سوليوشن، وشوية حاجات في فلاتر، وهنشرح حاجات اللي هي بإذن الله ما اتشرحتش. يعني في ناس كتيرة ما شاء الله عندنا قنوات وشرحها بلاي ليست كاملة في السوليوشنز عامة. اللي احنا هنشرحه الحاجات اللي مش مشروحة، اللي بإذن الله حاجات مثلا في هانا داتابيز، سبب هانا داتابيز وانتجريشن مع مثلا موبايل سوليوشن. هنشرح حاجات مع انتجريت الاس اي بي مع اودو. هنشرح حاجات بإذن الله في زامرين بلاتفورم، الحاجات اللي مش مشروحة، الحاجات اللي الناس فعلا عباقرة كتيرة شرحينها، بس في حاجات هم مش شارحينها مش عشان هم مش عارفينها، لا عشان هم ما احتكوش بيها. يعني مثلا حد عبقري في الموبايل سوليوشن بس ما يحتكش خالص بالاس اي بي، فهنشرح الحاجات اللي هي انتجريشن مع اس اي بي، مع موبايل سوليوشن، مع فلاتر، مع رياكت، مع نيتف جافا، مع النيتف سواء السويفت او الجافا. وهنركز اكتر على الكروس بلاتفورم عشان يطلع لك سوليوشن متكامل ان شاء الله. هنلاقي يعني لو في دعم باذن الله، وفي دعم للقناه وشير وسبسكرايب باذن الله، هنبدا نشرح ننزل الحاجات الاولويات اللي الناس ممكن تحتاجها باذن الله. هنشرح سوليوشن دلوقتي بسيط، هو هديه يعني للمبرمجين عامه، سواء اللي شغال في اليو اي يو اكس والديزاينر والناس اللي شغاله كباك اند وفرونت اند. دي تول بسيطة جدا وعبقرية، وفيها كمية ايكونز ملهاش حل. يعني انا عارف الناس كتير بتستخدم فونت اوسم مثلا، وفي مواقع كتيرة اونلاين، وفي لايبرز بيحملوها فيها كلاس مثلا للفونت اوسم، في كل حاجة. بس في حاجات هنا يعني هتستمتع بيها اكتر بصراحة يعني، والميزة كمان ان هو اوف لاين معاك، يعني مش شرط ان انا اروح على الانترنت واسيرش. هنا السوليوشن اسمه سينك فيجن مترو ستوديو، ده سوليوشن عبقري جدا. انا دلوقتي راجل شغال في كديفلوبر مثلا باك اند او فرونت اند في البنك مثلا، او في اديوكيشن، او اي مثلا مطاعم مثلا، او بعمل سوليوشن مثلا للميديكال. هنا السوليوشن عبقري بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي انا راجل شغال على مستوى الميديكال مثلا، وعايز كمية ايكونز مثلا اختارها مع بعض. يعني مثلا هنا عايز مثلا في البراند، يعني خلينا هنا على مستوى البراند. البراند هنا انا الابليكيشن بتاعي فيه شوية براندات، انا عايز مثلا اعمل لها ايكونز. شايفين هنا الايكونز انا اقدر اشتغل على الروتيت، تمام، اقدر اشتغل على البادنج بتاعتها او الويت والهايت، تمام. اقدر ان انا اكستمايز بشكل ممتاز جدا، اقدر ان انا هنا الترانسبيرنت باك جراوند ترانسبيرنت، اقدر ريسيت ارجع كل حاجه للحجم الطبيعي بتاعها، اقدر ان انا هنا اشتغل على مستوى الكالر مثلا. لو انا هنا جيت الكالر، وبص هنا الناس اللي كانت بتتعب بقى في ان هي تقعد تختار الرقم بتاع الكالر، يعني الناس اللي شغاله سي اس اس بكل بقى الفيرجن بتاعتها، ويقعد يدور بقى الكالر بتاع الايكون، ولا ده اصل مش ماشي مع بعض. انت مجرد ما تفتح السكريتش اللي انت مثلا شغال عليه، يعني انت واخد مثلا من الراجل اللي شغال فيجما او شغال ادوبي مثلا اكس دي، تمام. كل اللي انت محتاجه ان انت هتاخد بس الفرشة كده زي ما بيقولوها، وهتروح على اللون اللي انت محتاجه، تمام. شايفين انا هنا، شايفين الماوس هنا، لو رحت مثلا، لو جيت رحت على الاس بي اهي، لو رحت مثلا على فرشة كده على اي هنا مثلا داتابيس،
مانجمنت، لو رحت على البوتي مثلا او الفايرفوكس او الفيجوال او البوستمان، بص شايفين، او الاوتلوك، مجرد ما وقفت كده خلاص هو ايه خد اللون الطبيعي. ولو عايز اعمل له سيركل مثلا ودي بلون معين، وهنا مثلا اللون ده البلاك، وجيت هنا انا عايز الباك جراوند بالشكل ده، شايفين. طب انا دلوقتي عايز سيرش على ايكونز معينة، المنيو مثلا اللي بعض الناس بتحتار في الاشكال بتاعتها، شايفين الجمال. انا دلوقتي هنا عايز منيو بشكل معين اهي بالشكل ده مثلا، وجيت اشتغلت عليها نفس الكلام ترانسبيرنت، وهتاخدها مثلا اكسبورت مثلا على طول بي ان جي او اي حاجة انت محتاجها، عايز الكود بتاعها هتلاقيه على طول اس تي في جي مثلا او ايبر بوتون مثلا، شايفين هنا في جريد مثلا. طب انا دلوقتي عايز مثلا زي ما اتفقنا، لو عملت سيرش على اي حاجة هيجيبها لك بكل الاقسام بتاعتها. طب انا دلوقتي لو جيت عايز بقى كام ايكون كده اعملهم كبروجكت، يعني انا دلوقتي راجل شغال في سلسلة مطاعم وعايز كام ايكون نحطها كبروجكت، مجرد ما كنترول بس ادوس كنترول على الايكونز مثلا اللي انا محتاجها واسحبهم بس في سوليوشن اهو، دراج اند دروب، واسمي السوليوشن ده فود مثلا. انت متخيل ان انت دلوقتي هتروح اهو على ايه اديت، شايفين بعدل عليهم كلهم مرة واحدة، الاحجام بتاعتهم كلها مرة واحدة. طب تعالى نكتر السوليوشن، يعني خلينا نختار دول كمان تمام، وتعالى على البراند وتعالى مثلا على، يعني بتختار كل اللي انت محتاجه. تمام، ورحنا مثلا هنا 23 ايكونز، شايفين انا دلوقتي هعمل الايكونز كلها مره واحده للابلكيشن بتاعي، سواء موبايل سوليوشن او ويب ابلكيشن. فانا يعني كميه السهوله اللي انا بعدل عليها الايكونز يعني بشكل لا يصدق، يعني ان انا كنت بعمله مثلا معاناه على الفونت اوسم مثلا، هقعد اعدل حاجات كثيره جدا. فانت متخيل ان انت كل ده هتعمله مره واحده مش محتاج اي تعب، وشايفين هنا مجرد ان انا بمسك الفرشه بتاعتي واعمل عليها مره واحده بكل سهوله بدون اي تعب. يعني ان شاء الله هنبدا نشرح حاجات كثيره، يعني جيفتس مثلا للهدايا للمبرمجين عامه، سواء فرونت اند او باك اند او يو اي اكس. فكل شويه هتلاقينا بشرح لك شويه حاجات تساعدك كتير جدا في الشغل، بس محتاجين بس دعمكم للقناة وسبسكرايب وشير، وبإذن الله الفايدة هتلاقي في حاجات كتير هنبدأ نشرحها ونخصص بعض الوقت وهنشرح حاجات في اس بي هانا داتابيز و اس بي نت ويفر والحاجات الخاصة بالانتجريشن، وهنبدأ نشرح حاجات للاي بي ايز سواء في شاب او نون ساب، حاجات يعني زي ما اتفقنا كده ان انت هتلاقي ناس كتير على بكره شرح بلاي ليست كامله مثلا ويب ديفلوبمنت او في الاي ار بي في اودو او اس اي بي، وحاجات هتلاقيها في زامرين وفلاتر وفري اكت، بس مش شارحين بعض الحاجات اللي لان هما مثلا مش يعني مش موضوع ان انت الناس دي مش ما عندهاش درايه بيها، لا هي الناس دي عباقره، بس الفكره كلها ما احتكوش مثلا، يعني حد مثلا شغال في الويب ديفلوبمنت بس عمره ما احتك بالاي ار بي اس اي بي مثلا تمام، فبالتالي مش هيعرف بعض السيكرتس مثلا بتاعه الشغل. فهنبدا ان احنا ننقل الحياه العمليه والخبرات اللي مرت والحاجات اللي احنا عملنا لما عملنا شيفت كارير اللي تعرضنا ليها، كل ده هننزله باذن الله. يعني بس محتاجين دعمكم عشان نقدر ان احنا نكمل باذن الله. هنا السوليوشن ده المترو ستوديو، لو انت رحت على السايت ده سينك فيوجن ورحت وكتبت سينك فيوجن مترو ستوديو، هي فري، يعني انت مش محتاج ان انت
تستخدم مثلا حاجات لايسنس، وانت اصلا كل حاجه فري بالنسبه لك، مجرد بس كريت يوز، تعمل كريت ليوزر وتبدا ان انت داونلود التول دي وتبدا تعملها سيت اب، وتدخل هيطلب منك اليوزر بتاعك والباسورد، وهيضيف لك اللايسنس بتاعتها، اللايسنس دي فور فري، تمام؟ بس وهتبدا تشتغل على السوليوشن بكل سهوله. وزي ما اتفقنا انت دلوقتي هنا اهو، اي حاجه انت محتاجها هتلاقيها موجوده هنا. وزي ما اتفقنا عايز تعمل سوليوشن زي ما عملنا كده، سوليوشن مثلا للفرونت اند مره واحده، وتبدا ان انت تعدل عليه، عايز الباك جراوند ترانسبيرنت، عايز سيركل حواليها، عايز السيركل يبقى ليها باك جراوند ولون معين، كل ده بكل سهوله مره واحده. اتمنى ان الفيديو باذن الله ان هو افدكم، ومحتاجين دعمكم، سبسكرايب وشير، وان شاء الله نقدر نكمل يعني باذن الله، ونخصص وقت للحاجات الخبرات اللي الواحد حصل عليها في الحياه العمليه، نبدا ننهلها لكم ان شاء الله. اتمنى من الله توفيق، وباذن الله لو محتاجين اي استفسار ممكن تعلقوا على الفيديو، وانا تحت امركم في اي وقت. شكرا.